دشنا مدير عام مكتب الصحة العامة وسكان بمحافظة البيضاء دكتور فؤاد محمد إدريس، ومعه أمين عام المجلس المحلي برداع أحمد محمد العكام، الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال دون سن الخامسة. وتستهدف الحملة تحصين 132,989 طفل وطفلة لمدة 3 أيام. دشنا مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء الدكتور فؤاد محمد إدريس، ومعه رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي المجلس المحلي برداع حسين صالح بجيد، ومدير برنامج التحصين بمكتب الصحة بمحافظة البيضاء الدكتور عبد الله السماوي ومندوب وزارة الصحة. دشنا اليوم افتتاحية الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال، حيث وأن المستفيدين من هذه الحملة 138,996 طفل وطفلة. عدد القوى الثابتة هي 106 والمتحركة 296. أدعو جميع الآباء وجميع الأمهات للتحصين أبنائهم ونشر هذا الخبر في جميع المدارس وفي المستشفيات. دشنا الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال الذي يستفيد منها 133,000 طفل وطفلة، ونحث الأهالي والمواطنين على الدفع لأولادهم إلى جميع المراكز، وهناك فريق متحركة وفريق ثابتة، فعلى الجميع التعاون لإنجاح هذه الحملة الوطنية التي تصب في مصلحة أولادنا وبناتنا. الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال دون سن الخامسة وحتى لمن سبق تحصينهم، وذلك من منزل إلى منزل في عموم مديريات محافظة البيضاء.